بمناسبة هنا برضو استضافة مصر العودة مرة تانية للنقطة دي، وبنتكلم من امبارح بالليل وصل اللجنة الأولمبية المصرية موافقة رسمية، وده خبر جميل جدا، من رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027. هرجع أقول تاني هنا وهقف هنا ثواني، حضراتكم فاكرين اتكلمنا أنا وأنت يا كريم وأعلنا إن إحنا مصر بتطمح لده، أيوة. كان تقريبا من شهر لو أنا مش غلطانة، وقلنا وقتها في ناس هتبقى مع وفي ناس هتبقى ضد، وفي ناس هتشكك اصلا ان احنا نستضيف او نقدر نستضيف بطوله كبيره زي كده، وناس تانية هتقول لك ليه لا، وقد كان زي ما حضراتكم شايفين قد كان مصر تقدر تعمل ده، واعتقد ده دعم فعلا كبير جدا لملف مصر لاستضافه دوره الالعاب كمان الاولمبيه اللي هي طبعا في 2036، واللي برضو لما تم الاعلان عن رغبه مصر وطموحها لاستضافه هذه الاولمبيات 2036 سمعنا العديد من الكلام اللي هي مصر تقدر، يا جماعه انتوا بتهزروا، هو احنا عندنا اصلا ده، هو احنا عندنا شوارع، هو احنا عندنا بنيه تحتيه، كل ده برضو سمعناه وقتها. ان شاء الله لو لينا عمر في 2036، بس مش عارفه انا بعديها على نفس الكنبه بقى ولا هنبقى في حته تانيه.